امبارح كلنا سعدنا وفرحنا. وبالمناسبه كلمه كلنا ما اقصدش بيها الاهلاويه بس، امبارح انا شفت كم مهول من البوستات لمختلف الانتماءات، اهلاوي وزملكاوي وغيرهم، كل المصريين بشكل عام، الكل كان في حاله فرحه يعني كبيره جدا. ليه؟ عشان دخول محمد الشناوي حارس النادي الاهلي ضمن قائمه المرشحين للفوز بجائزه افضل حارس في العالم لعام 2021، وطبعا دي الجائزه المعلنه من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. بجد شيء يدعو للفخر لوجود يعني حارس مرمى مصري مع اهم حراس مرمى العالم، وده يا جماعه يعني انجاز كبير واكيد ما تحققش بالساهل. الشناوي عمل انجازات كتير جدا وقدم اداء عظيم في مختلف المنافسات، يعني بطولتين في افريقيا اللي الاهلي توج بيهم، اداؤه في كاس العالم للانديه وتصديه لركلات الترجيح امام بالميراس البرازيلي ليقود الاهلي لحصد برونزيه المونديال، مشاركته مع منتخب مصر ومع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو اللي حافظ من خلالها على نظافه شباكه في يعني مباراتين واستقبل هدفين فقط، وامام مين؟ الارجنتين والبرازيل بواقع هدف كل 180 دقيقه، ده كله الى جانب تصديه ل 14 تسديده من اصل 16 تسديده، ونجح بنسبه 100% في انه يحمي مرماه من الكرات العرضيه. كل دي انجازات مش شويه. لو كلمنا بسرعه عن اللي حققه الشناوي في مختلف البطولات هنلاقي انه فعلا يستحق هذه المكانه الدوليه ويستحق ان يتواجد مع الحراس العالميين. شفنا طبعا كلنا قبل كده تحيه وتقدير نوير الحارس العملاق حارس بايرن ميونخ لمحمد الشناوي اثناء مواجهات مونديال الانديه. الشناوي شارك في كل البطولات القاريه والدوليه خلال مسيرته مع المنتخب الاول والاولمبي والنادي الاهلي. شارك في كاس العالم 2018 في روسيا، في اولمبياد طوكيو، كاس العالم للانديه الاخيره، كاس الامم الافريقيه 2019، دوري ابطال افريقيا، يعني ده كله كمان بالاضافه انه حقق مع الفريق 5 ألقاب للدوري الممتاز، وبطولتين لكاس مصر، وبطولتين للسوبر المحلي، ولقبين لدوري الابطال الافريقي، ولقب للسوبر الافريقي بجانب برونزيه كاس العالم للانديه. ده انا بنهج وانا بقول لحضراتكم الانجازات، ما بالكم بقى الشغل اللي عمله محمد الشناوي عشان يرتقي الى هذه المرتبه. اما عن ابرز اسماء الحراس العالميين المرشحين لجائزه الافضل في عام 2021، طبعا بدايه كلام كده نوير اللي فاز بالجائزه دي 5 مرات في اخر 7 سنوات، دوناروما حارس ميلان وطبعا انتقل بعدها لباريس سان جيرمان، ومعهم الدنماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي، والاسباني ديفيد ديخيا حارس مانشستر يونايتد، طبعا واسماء تانيه كتير كلها اتقل من بعض، كلهم عظماء في عالم حراسه المرمى.